نعم، الجديد بأن طواقم الإسعاف وطواقم الدفاع المدني لا تزال تصل تباعا هنا وسط مدينة غزة، وسط القطاع تحديدا مجمع شهداء الأقصى. وصل 7 من الشهداء بعد استهداف منزل يعود لعائلة أبو مخيمر وسط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هؤلاء كانوا من ضمن المفقودين أسفل ركام المنازل، إضافة ل8 آخرين تم نقلهم هنا لمجمع شهداء الأقصى في مجزرة إسرائيلية جديدة ترتكب بحق المدنيين، لا سيما النازحين هنا وسط يعني مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هذه الغارة لم تكن الأولى، هناك كان غارة إسرائيلية جديدة على مخيم البريج أدى ذلك لارتقاء 7 من الشهداء، 3 منهم من الأطفال، وأيضا عشرات الإصابات وصلوا بعد استهداف حي سكني تحديدا على دوار العوضي يسمى كذا هذه المنطقة وسط مخيم البرج وسط قطاع غزة. هذه المنطقة تحديدا بالأمس تعرضت لمجزرة أيضا، وصل 8 من الشهداء من عائلة واحدة بعد استهداف منزل الصحفي ساري منصور في تلك المنطقة، وعاود الاحتلال الإسرائيلي مجددا لارتكاب جريمة جديدة بحق هذه العائلة وهذه الأسرة التي يعني تتكون من أكثر أو يعني تتواجد في أكثر من منزل في ذات المخيم. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي غار على هذا الحي ودمر عدد كبير جدا من المنازل والمحال التجارية بأطنان من المتفجرات. اليوم أيضا يسجل هو بأعداد الشهداء الأكثر منذ أسبوع تقريبا، وصل عدد الشهداء منذ الليلة الماضية حتى هذه اللحظات لأكثر من 40 شهيدا في أقل من 24 ساعة، وبالتالي عدد الشهداء يرتفع، فيما لا يزال عدد كبير أيضا منهم مفقود أسفل ركام المنازل، سواء في منزل عائلة منصور وأيضا في منطقة النصيرات في منزل يعود لعائلة أبو مخيمر، فيما لا يزال مصير أكثر من 100 مواطن مصيره مفقود أيضا أسفل ركام منزل أو عمارة المهندسين وسط مخيم النصيرات، والتي تعرضت قبل حوالي 3 أسابيع لقصف مباشر من قبل الطائرات الحربية. هذا من جانب. من جانب آخر نتحدث عن الواقع المعيشي وكذلك أحوال النازحين الذين جاءوا من مدينة غزة ومن شمال القطاع هنا لوسط القطاع تحديدا ساحة مستشفى الشهداء الأقصى. بسبب تساقط الأمطار والرياح القوية جدا تطايرت هذه الألواح وكذلك الخيام بشكل كامل، وغمرت المياه الفراش والأغطية الخاص بالمواطنين هنا داخل الخيام. عدد كبير منهم الآن أصبح بلا مأوى بعد يعني تدمير هذه الخيام وكذلك تطايرها بسبب الرياح القوية، إضافة لوصول أعداد كبيرة جدا اليوم من مدينة غزة وتحديدا من حي الزيتون وحي الصبرة وحي الشجاعية. هذه المناطق شهدت هذا اليوم نزوح عدد كبير من المواطنين وصلوا هنا لوسط قطاع غزة، عائلات بأكملها وصلت، إضافة لوصول 8 سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني. تتقدم هذه السيارات سيارتين للأمم المتحدة، وكانت معنونة هذه السيارات بالراية الخاصة بالأمم المتحدة وهو العلم الخاص بهم، إضافة لوصولهم لجنوب قطاع غزة، وأيضا وصول هنا أيضا عدد من الأطفال بعد أن تم انتشالهم من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، فيما لا يزال أيضا عدد منهم داخل هذه المستشفى. أيضا يعني من المتوقع أن يتم سفر هؤلاء الأطفال وعدد من المرضى لجمهورية مصر العربية عبر معبر رفح البري بناء على التعليمات السيادية لدى جمهورية مصر العربية ووقوف دولة مصر الشقيقة باتجاه وإلى جانب أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة من خلال الفتح المستمر لمعبر رفح ونقل المصابين وكذلك إدخال المساعدات المعلبة وكذلك المياه المعدنية التي تصل أيضا للنازحين وللجمعيات سواء الهلال الأحمر الفلسطيني وأيضا اليونيسف، إضافة لوصول بعض المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بالمستشفيات هنا في قطاع غزة. لكن بطبيعة الحال هذه المستشفى التي يتواجد بها لا تزال تعاني من نقص حاد بالأدوية والمستلزمات والوقود الذي شرف على الانتهاء، وتعمل يعني المستشفى هنا على الطاقة البديلة إضافة عبر المولد الثانوي الذي توقف أو الذي بدأ بالفعل بعد توقف المولد الرئيسي في هذه المستشفى، وهو مولد كهربائي يعمل على السولار أو البنزين ويقوم بضخ الطاقة والكهرباء
لكافه الاقسام هنا في هذه المستشفى. هذا الحال ينطبق على كافه مناطق قطاع غزه والمنازل والمستشفيات والمؤسسات وغيرها. هذا هو المشهد بكل تاكيد حتى هذه الساعه. اشكرك من دير البلح مراسل الغد محمود اللوح.